وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الخلية التي قلت لكم كانت بثلاث إطارات، وقمت بتجيشها خلال شهر إخواني الكرام، وقد وضعت لها العاسلة ووضعت لكم كل الفيديوهات إخواني الكرام. وهناك من قال لي بأن الخلية ضعيفة لا يمكن أن تصعد إلى العاسلة، رغم أنني قلت لهم بأنني هذه الخلية أقوم بتغذيتها بالمحلول السكري يوم بعد يومين، أعطيها لتر إلا ربع إخواني الكرام بتحفيزي. هذه الخلية أريد أن أقسم منها، وكذلك أريد أن أدعم منها الخلايا، يعني القسمات الجديدة، وكذلك أنتج منها العسل، يعني عسل السكر لتحضير عجينة الكاندي في فصل الشتاء، وكذلك تغذية الخلايا في بداية موسم البيض. المهم إخواني الكرام، سأفتح على الخلية وأشاهد إنقام النحل ببناء الإطارات الثلاثة التي وضعتهم في السابق الأول، وكذلك إنقام ببناء الإطارات التي في العاسلة، يعني اللي وضعت ثلاث إطارات في العاسلة. هناك من قال لي الخلية ضعيفة. نبدأ على بركة الله إخواني الكرام التدخين. أقوم بأن هذه الخلية أقوم بتغذيتها، لا أقول لكم بأنني لا أغذيها، أغذيها، لكن أنتج منها كما قلت لكم الطرود وتدعيم القسمات الجديدة بحضانة مغلقة، وكذلك أقوم بإنتاج العسل لتحضير عجينة الكاندي وتغذية النحل، يعني الخلايا، في بداية موسم البيض. بسم الله، لا توجد الملكة هنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لقد قام ببناء، لا أقول لكم كل الإطارات، لكن بدأ ببناء الإطارات. هذا الإطار وضعناه مبني من جهة واحدة فقط، يعني لكي نكمل العد فقط، نكمل الإطارات فقط وضعناه. هذا الإطار رفعناه بحضانة مغلقة كما تشاهدون الآن، خرجت الحضانة المغلقة. سأقوم به. انظروا إخواني الكرام، هناك من يقول لي بعد ذلك أن الخلية ضعيفة، ستشاهدونها أولا قبل أن أقوم بالتدخين. انظروا، نحل موجود فيها بكثرة حتى أنه يغطي إطار، 2 3 4 5 6 ونصف من الإطارات فيها نحل كثير. قام بتوسيع الإطارات، كمن يقول لي بعد قليل بأن الخلية ضعيفة. انظر، قد قام ببث. انظروا، بيوت تحضير إخواني الكرام، بيوت تحضير يحذر الملكة، إن لم تضع البيض وتصعد إلى العاسلة سنقوم بتغييرك. انظروا إخواني الكرام، ها هو الإطار، لقد قام النحل ببنائه ووضع فيه العسل. هذا الإطار فيه عسل كذلك، المهم سكر، لا أقول لكم بأنه عسل طبيعي إخواني الكرام، عسل السكر. انظروا، الإطار الذي وضعته قديم للعام الماضي، لقد قام النحل ببنائه. انظروا، هذا الإطار الذي وضعته قد وقلت لكم بأنه للعام الماضي، شمع من عام الماضي، يعني كان هذا الشمع مركب على الإطار في العام الماضي ولم يقم النحل ببنائه، وهذا العام قمت بوضعه للنحل. انظروا، قد قام ببنائه.
هذا الإطار الذي رفعت وبه حضانة مغلقة، لقد خرج جميع الحضانة المغلقة، والملكة وضعت البيض. إخواني الكرام، إن الملكة تضع البيض هنا. قام النحل ببناء بيوت تحذير، انظروا، هذه بيوت تحذير. فصعدت الملكة هنا ووضعت البيض، وضعت البيض في هذا الإطار. يعني كما قلت لكم، النتيجة جيدة لتوسيع الخلايا وتجيشها لاستقبال الشتاء، وكذلك تزويد الطرود والخلايا الضعيفة. انظروا، هذا الإطار أيضا قد قام ببنائه قليل فقط. نرجع للإطارات إخواني الكرام. سأراقب الآن صندوق التربية، لأنني وضعت فيه 3 إطارات إخواني الكرام، وقلت لكم بأن النحل قوي في هذه الخلية، وهناك من قال لي بأن الخلية ضعيفة لا يمكنك أن ترفع لها العافلة. لا أعلم، ربما لم يشاهدوا النحل كثيرا، لكن سأقوم بفتح صندوق التربية وأشاهد وأراقب صندوق التربية. لقد قام ببناء إطارين إخواني الكرام، ولم يقم ببناء إطار واحد فقط. هذا الإطار فقط لم يقم ببنائه، لكن إطارات الأخرى قام ببنائها. سأقوم بوضع هذا الإطار بين حضانة مغلقة، انظروا، إلا هذا الإطار فقط لم يقم ببنائه. انظروا، لقد قام النحل ببنائه. انظروا، 19 من شهر ماي 2021، هذا الإطار الأول إخواني الكرام، قام النحل ببنائه. شايل إطار آخر. كامل حضانة مغلقة. هذا أيضا حضانة مغلقة. قام النحل ببنائه ووضعت الملكة البيض. انظروا، إنهم بني بالكامل. وضعت فيه الملكة البيض. هذا يوم 19 شهر الخامس 2021. انظروا، قام النحل ببنائه ووضعت الملكة فيه البيض. يعني هنا الملكة
يعني هنا النحل قام ببناء خراص أخرى سأقوم بوضع. هذا الإطار الذي لم يقوم النحل ببنائه سأضعه هنا. قوم بتغيير التاريخ ليصبح 29. انظر الثاني قد غيرته إلى 29 شهر 5 سأنتظر. كل النحل انظروا خلية قوية قوية ما شاء الله. السابق الأول إلى هنا إخواني الكرام انتهينا من الشرح. من لديه سؤال أو استفسار يكتب في التعليق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المشاهدة. دمت في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم. قناة النحلة.